محوط الانتقالات، عدو المدربين، مكروه الإدارات الأول، وصديق النجوم المفضل. من هو مينو رايولا؟ ولماذا يكرهه الجميع عدا موكليه؟ هو لاعب كرة قدم سابق، ولد في 4 نوفمبر عام 1967. مسيرته كلاعب لم تستمر طويلة، حيث لم ينجح في تجربته القصيرة مع عدد من الأندية المجهولة، ليقرر العمل مع والده في محل بيتزا بمدينة هارلم الهولندية، وتبدأ رحلته مع عالم التسويق. حكى رايولا عن عمله في متجر والده وقال: لقد كانت تجربة مميزة، تعلمت من خلالها كيفية إرضاء الجميع وكسب الزبائن. لقد كانت أولى خطواتي الفعلية في عالم التسويق وفهم عقلية الزبائن. ولكي تعرف قدرات رايولا في الإقناع والتسويق، فقد بدأ مع والده في محل بيتزا واحد، لكن وخلال فترة وجيزة أصبح للمحل 11 فرعا، وأصبح وجهة لكبار القوم في هولندا. وعلى الرغم من نجاحه في مجال المطاعم، إلا أنه لم ينسى حلمه القديم ليقرر العودة للعمل في مجال كرة القدم، لكن من الناحية التي اكتشف إبداعه فيها، التسويق. فدرس إدارة الأعمال وتعلم عددا من اللغات، فحاليا رايولا يتكلم الإسبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية والإنجليزية بطلاقة. بداية عمل رايولا كوكيل اللاعبين كانت في عام 1993، عندما استطاع نقل الدولي الهولندي برايان روي من صفوف أياكس الهولندي إلى نادي فوجيا الإيطالي في صفقة لفتت الأنظار إليها في ذلك الوقت. ثم قام بضربته الكبرى بنقل بيركامب إلى إنتر ميلان، ليصبح مينو الرجل الأكثر طلباً لدى الأندية الإيطالية، بعد أن أثبت قدراته على اختيار المواهب في هولندا ونقلها بسهولة للدوري الإيطالي. وبدأت شبكته داخل إيطاليا تتصاعد، حتى هز السوق الإيطالية عندما تمكن من نقل نيدفيد من لاتسيو إلى يوفنتوس في صفقة تاريخية قياسية، ليضع رايولا اسمه كأقوى وكيل أعمال في كرة القدم، ويصبح وجهة لكل اللاعبين الباحثين عن الارتقاء بمسيرتهم. لماذا تكرهه الإدارات؟ مينو معروف كأسوأ رجل يمكن أن تجلس معه على طاولة تفاوض، يخرج دائما بعمولة فلكية، ولو لم توافق سينقل اللاعب إلى عدوك، كما يطلب أعلى أجر ممكن للاعبه، ولو لم يلعب سيخرج ليهاجم الفريق والمدرب. السير أليكس فيرغسون وقت توليه تدريب اليونايتد أوقف التعامل مع رايولا بشكل كامل، وقال عن بوجبا وقت أن رحل مجانا إلى اليوفي: بوجبا لاعب جيد جدا، لكن وكيل أعماله سيء جدا، ليصفه رايولا بحقيبة السخافات. لماذا يحبه اللاعبون؟ هل تتذكر بارانجيل أول صفقات رايولا في كرة القدم؟ قال: وقت إن كنت في إيطاليا، رايولا فعل كل شيء كي أنجح، أحضر لي الطعام وساعدني في طلاء المنزل، كما يمر كل يوم ليطمئن أني أنام في موعدي، لقد حارب كي أنجح هناك. هي نفس الملحوظة التي قالها إبرا عن لقائه الأول برايولا، والذي صدمه بأن أخرج له ورقة بها أرقامه التهديفية وبعض أرقام اللاعبين الآخرين التهديفية. ثم أخبر زلاتان أنه لا يستحق أن يكون أحد اللاعبين الذين يقوم بتمثيلهم. وقتها انتفض زلاتان وضاعف من حصصه التدريبية، كما أنه وضع خطة رحيله عن برشلونة وقت أن شعر بأن رحلته انتهت هناك. فقد أخبر روسير رئيس برشلونة وقتها أن زلاتان سيرحل للريال لو لم يوافق على عرض الميلان، وهو ما أجبر برشلونة على بيع لاعب بحجم إبرا ب24 مليون يورو على دفعات، بعد أن كان سعره 60 مليون يورو. وما يميز رايولا أنه يضمن لموكله اللعب في كبرى الأندية أطول فترة ممكنة، مهما كان مستواه مخيبا، علاقاته تضمن له أكثر من فرصة لإنقاذ مسيرته. في النهاية رايولا شخص ستعشقه إذا ما كان يمثلك، وستكرهه إذا ما كان يمثل لاعبا في فريقك أو لاعبا يطمح فريقك لشرائه، لكنه سيبقى رجلا غير سياسة سوق الانتقالات في كرة القدم إلى الأبد.